بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصف الأول الثانوي في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة أحياء واحد. اليوم إن شاء الله هناخد الدرس الأول في الوحدة الثامنة خصائص المفصليات. تفضل افتح كتابك صفحة 16. نتكلم اليوم عن المفصليات أرثروبود. نلاقي إن المفصليات بيقول لي: هل فكرت يوما في الإجابة عن السؤال الآتي: أي مجموعة حيوانات أفرادها أكثر عددا من المجموعات الأخرى؟ هل خطر ببالك من إزدفية الأرجل؟ إنما إزدفية الأرجل في الصورة اللي هي في مقدمة الفصل حيوانات صغيرة تطفو في المحيطات وقد توجد في أي مكان يكثر فيه الماء وتغذى على الطبيعيات الصغيرة. طبعاً مدفية الأرجل من ضمن المفصليات، يعني عايز يقول لي إيه؟ بيقول لي إن هذه المفصليات هي أكثر أنواع المخلوقات الحيوانية انتشاراً على وجه الأرض. طيب خلينا الحين نبدأ في خصائص المفصليات. قال لي أولاً تعريف المفصليات، قلنا إن هي المفصليات مخلوقات لها أجسام مقسمة، يعني تجوز جسم حقيقي، لها هيكل خارجي يتكون من مادة اسمها مادة الكيتين، وزوائد مفصلية. اكتب لي هنا كده الهيكل الخارجي الكيتين. واحد يقول لي: وين مرت علينا هذه الكيتين قبل كده؟ أيوه موجودة في الفطريات. زوائد مفصلية هنعرف إن ليها أرجل وزوائد قرون استشعار أجنحة، كل هذه ليها مفاصل قطع تتحرك حركة مفصلية، وده اللي بيمكنها من الحركة بشكل جيد بخلاف الديدان اللي احنا كنا شرحناها والبخويات اللي احنا خلصناها. بيقول لي خصائص المفصليات: ينتمي المفصليات ما بين 70-85% من أنواع الحيوانات. تخيل يعني أكثر من 70-85% من الحيوانات تتبع المفصليات. معظمها حشرات تضم عفة الملابس، الفراش، الخنافس، الذباب، النحل، الجراد، سوسة النخيل الحمراء، كل ديت حشرات. أيضا يتبعها العنكبيات، يتبعها القشريات. المفصليات مخلوقات لا فقارية، أجسامها مقسمة إلى قطع زي ما قلنا، ده تناظر جانبي لأن معظم مملكة الحيوانات تناظر جانبي ما عدا الأسفنجة اللي من تناظر، ولا ساعات تناظر شعاعي، لها تجويف جسم حقيقي. طبعا إحنا قلناها بقى يعني تجويف جسم حقيقي، فم بدائي يعني فتحة الجسترولا بينشأ عنها في الفم، ثم يأتي الشرج لاحقا بعكس ثانوية الفم اللي بيأتي من فتحة الجسترولا فتحة الشرج ثم يتكون الفم لاحقا. تختلف المفصليات عن الديدان الحلقية فإن لها هيكلا خارجيا وزوائد مفصلية. تتحرك طبعا بطرق متعددة، والصفات الثلاثة جميعها اللي هو التقسيم والهيكل الخارجي والزوائد المفصلية صفات أساسية مكنتها في العيش في البيئات المختلفة. خلينا نشوف مفتاح التصنيف اللي كل شوية قابلنا، هنجد إن وين المفصليات هنا؟ المفصليات هنجدها في هنا أهي، لها هيكل خارجي، جسمها مقسم، بداية الفم لها تجويف جسم تجذب مقسمة، بداية الفم عرفنا يعني ايه، حقيقة التجويف الجسمي طبعا باقي الصفات اللي هي ليها تجويف وليها أنسجة أكيد. طيب خلينا الحين نشوف الصفحة اللي بعد كده، هتلاقي في عندك بعض أشكال مفصليات الأرجل زي جراد البحر. هنلاقي إن جراد البحر جسمه أو القشريات البحرية مكونة من قسمين، الرأس مع الصدر الاثنين مع بعض، يعني بتلاقي هنا الرأس والصدر قطعة واحدة، وبعدين يجيك البطن. طيب في الحشرات لا، اللي مختلف يعني ضمن الاختلافات أجزاء الجسم، إن هنا هتلاقي فيه رأس وفيه صدر وفيه بطن ثلاث أجزاء، لكن القشريات تتكون من جزئين اثنين بس اللي هو الرأس والصدر مع بعض في قطعة واحدة. يبقى عرفنا موضوع الصدر وموضوع البطن وإمتى ممكن يكونوا مع بعض وإمتى يكونوا مختلفين. طيب
الهيكل الخارجي قلنا هيكل خارجي يعطي الجسم شكله ويدعمه ويحمي انسجته ويقلل تبخر الماء ويعطي مساحه لاتصال العضلات، وتختلف صلابه الهيكل الخارجي بين المفصليات، فممكن يكون هش في المفصلات الصغيره او ممكن يكون صلب في المفصليات الكبيره. هنا طبعا قلنا ماده الكيتين مهمه جدا تيجي كتير في الاختبارات النهائيه وفي التحصيلي، ان ماده الكيتين هي الماده المكونه للهيكل الخارجي في معظم المفصليات، قد تكون صلبه قد تكون اقل صلابه وهكذا. كل طبعا ما زادت نسبه الكالسيوم في الهيكل الخارجي كل ما كان اقوى. طيب شوف بعد كده، طبعا المفاصل هي اللي بتساعدها على الايه؟ الحركه، وهنا جايب لك الزوائد المفصليه. الزوائد المفصليه قد تكون ارجل، قد تكون قرون استشعار، هذه بتتحور الزوائد ديت للارجل دي بالذات قد تكون ليها عده وظائف، قد تكون للحركه زي الذبابه اللي موجوده عندك هنا، قد تكون للسباحه زي اللي موجوده في القشريات البحريه زي جراده البحر، قد تستخدم للتزاوج، قد تستخدم للاحساس بيكون استشعار، قد تستخدم كملاقط فنيه للحصول على الغذاء او اقدام كلابيه تستطيع انها تصيد بيها فرايسها زي بنشوف الاستاكوزا او جراد البحر بيبقى ليه قدمتين كلابيتين. ديت زوائد ولكنها محوره لكي تفترس بيها او تنقض بيها على الفرائس. في ظاهره مولتنج او الانسلاخ، ديت ظاهره معروفه في بعض الحشرات اللي هي عمليه طرح الهيكل الخارجي، دي مهمه برضه بتيجي في الاختبارات النهائيه والاختبارات التحصيل. عملية الانسلاخ بتحدث نتيجة ان الهيكل الخارجي اللي بيتكون من السيليكا غير قادر على النمو، فبالتالي بيحتاج الحشرة ان جسمها ينمو، طيب هيحد النمو الهيكل الخارجي، فبالتالي بيتكون هيكل جديد تحت الهيكل الخارجي وبيكون في ما بينهم سائل بيضغط هذا السائل على الهيكل الخارجي لين ما يتشقق ويتمزع ويخرج منه الحيوان بهيكل خارجي جديد اكبر من الهيكل الخارجي القديم، وكده نكون خدنا يعني ظاهره الانسلاخ. وعندك هو صوره عقرب ولكنه منسلخ، يعني وين العقرب؟ مش موجود، ده هو طلع، يعني العقرب انسلخ وباقي بس القشره الكيتينيه اللي كان موجود فيها. طيب خلينا نشوف بعد كده، في عندك تركيب جسم المفصليات. خلق الله المفصليات أجهزة وأعضاء معقدة مثل الجهاز التنفسي والجهاز العصبي وغيرهما، مكانتها من العيش في البيئات المتنوعة. هندرس التغذي والهضم. بنقول إن المفصليات طبعا ليها فتحة فم وفتحة شرج، ولكن الفم في معظم المفصليات على زوج من زوج الفقيه تسمى الفقين، المظلل هو اللون الاصفر، فاعرف ان الفقين دوت فكوك قادمه بتقدم بيها بتتكيف اللسع او اللدغه او المضغ او القص، الا ان هي موجوده في معظم المفصليات، وطبعا ليها جهاز هضم زي ما قلنا بتكون من فم وامعاء وشرج. يبقى ده بالنسبه للجهاز الهضمي. خلينا نشوف بعد كده كيف التنفس. تحصل المفصلات على الاكسجين والاستعمال احد التراكيب الثلاثه، يا اما تكون بالخياشيم او القصبات الهوائيه او الرئات الكتابيه. خلينا نكتب تحت كل واحده وش هي. الخياشيم طبعا دي في القشريات اللي هي المفصليات التي تعيش في البحر. طيب القصبات الهوائيه والثغور التنفسيه هذه في الحشرات. الرئات الكتبيه هذه موجوده في العنكبوت. طيب ناخد بشكل سريع، هنا الجراده هي تنفذ بالخياشيم، تكون في منطقه البطن خيشوم،
لأنها بتعيش في البحر. تجد إن تحت هنا في عندك الخنافس، خنافس من الحشرات، بنجد إن على أجناب الجسم في فتحات، على أجناب الجسم هنا تلاقي في فتحات اسمها صدور تنفسية بتقود إلى القصبات الهوائية، هي شباب اللي هي باللون الأزرق، تتشعب داخل جسم الحيوان، بيبدأ ياخد شهيق من الصغور التنفسية ويدخلها عبر القصبات الهوائية لإحداث تبادل الغازات بين أنسجة الجسم والهواء. وده بيفسر لك ليه لما بنستخدم المبيدات القاتلة للحشرات بنرشها بتنزل جزيئات من هذه المادة بتسكر الصغور التنفسية للحشرة فما بتستطيعش إنها تاخد نفسها، وبنجد إنها بتموت مباشرة لعدم القدرة على التنفس. طيب وش قصة الرئات الكتابية؟ هذه الرئات الكتابية تشبه زي ما أنت شايف هنا كده في الصورة، تشبه الكتب، صفحات الكتب إذا فتحتها وقفلتها بتلاقي إنها بتعمل تيار هوائي زي بالضبط المنفاخ اللي بنستخدمه في المنجد النار، لما بيتحرك بيدفع الهواء. فكذلك أيضا هي بتستخدم الكتب الرئوية العنكبيات لأحداث التنفس. يبقى احنا عرفنا الثلاث أنواع اللي هما القصبات الهوائية والرئات الكتابية والصغور التنفسية. طيب الإخراج، كيف بتخرج المفصليات؟ خلي بالك معايا هنا، أنا بيجي من الفيديو مرة مهمة، وسائل الإخراج في الحيوانات لازم تكون عارف مش الفرق من الخلايا اللهبية، نفريديا، الحين بناخد حاجة جديدة اسمها أنابيب ملبيجي. أنابيب ملبيجي بتظهر هنا كده في شكل الحشرة هو. هوت بتلاقي في عندك اللي هو باللون الأزرق ده مكتوب هوت أنابيب ملبيجي. هذه الأنابيب بتجمع الفضلات والماء الزائد وتخرجه من فتحات خاصة في الحشرة. إذا وسيلة الإخراج هي أنابيب ملبيجي. وركز على أنابيب ملبيجي ديت. على أنابيب ملبيجي. طيب خلينا نشوف بعد كده الاستجابة للمثيرات. طبعا بنجد إن للحشرة جهاز عصبي مكون من سلسلة مزدوجة من العقد العصبية الممتدة على طول الجسم، وبنجد إن عندها دماغ، والدماغ قادر على التحكم في جميع أعضاء الحس. بنجد مثلا بالنسبة للإبصار بنجد ليها نوعين من العيون، قد تكون عيون مركبة زي اللي موجودة في الحشرات، أو قد تكون عيون بسيطة زي اللي موجودة في العنكبيات. يبقى إذا العيون المركبة للمفصليات الطائرة كالرعاشات تمكنها من التحليل السريع، بينما في عندي العيون المركبة للمفصليات الطائرة كالرعاش تمكنها من التحليل السريع، والجراد والحشرات عيون بسيطة تعمل مجسات لتحديد الأفق. إذا في عندي بعض المفصليات عندها عيون مركبة زي معظم الحشرات، وفي عندي عيون بسيطة بعض الحشرات ومعظم العنكبيات. طيب الخاصية اللي بعد كده هي السمع. بنجد إن كل المفصليات ليها عضو حس آخر يدعى الطبلة بتمكنها من سماع الأصوات. المواد الكيميائية اللي دي في بعض أنواع من النمل بتعمل تواصل مع بعضها عن طريق حاجة اسمها الفيرمونات. إذا الفيرمونات مواد كيميائية تستخدمها بعض الحشرات في التواصل ما بينها وما بين أفراد النوع الواحد. طبعا ما بيفهمهاش ولا بيشمها غير هي بس. الحين الحركة. الحركة هنا هديك مثال مقارنة ما بين اتصال العضلات في الإنسان بالهيكل واتصال العضلات بالهيكل في الحشرات. بنجد إن الإنسان من الفقاريات الهيكل داخل، العظام جوه هيت والعضلة حوالين العظام. إذا بيحدث الاتصال ما بين العضلات الخارجية والهيكل الداخلي. في الحشرة أو في المفصليات العكس،
بنجد ان الهيكل هو اللي بره والعضلات هي اللي بتتصل بالهيكل من الداخل، يبقى العضلات جوه والهيكل بره، هنا الهيكل جوه والعضلات هي اللي بره. طبعا معظم المفصليات عندها قدره سريعه جدا على الحركه، التسلق، السباحه، الطيران، بسبب وجود جهاز عضلي متقدم. طيب اخر شيء هناخده وهو التكاثر. طبعا قال لي ان تكاثر معظم المفصليات جنسيا ولها العديد من التكيفات الخاصه بالتكاثر. الجنس في معظم المفصليات منفصل، عرفنا يعني منفصل يعني ما فيهوش خنثى، الا ان في بعض زي البرانكيل دون خنثى، يعني في اعضاء تفكير واعضاء التانيث ويقوم بالتلقيح الذاتي. معظم القشريات تحتضن البيض بطريقة ما، ولكنها لا تقوم برعاية الأفراط اللي حديث الفص، وبعض العناكب والحشرات أيضا تحضن بيضها، وبعض يرعى صغار وحميف النحل. بهذا أعزائي طلاب مدرسة المناهج نكون قد أنهينا معكم الدرس الأول اللي هو خصائص المفصليات في الوحدة التامة. نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في جروب الواتساب والتليجرام، وتعليمنا مستمر بهمتكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.